هوية بريس. السلام عليكم، الاسم حمزة بخيت، ممثل الشركة ديال باك بين ترافل في مدينة فاس. حنا اليوم جينا نوقفوا باسم الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي وباسم الفيدرالية ديال فاس، جينا نعبروا على السيء ديالنا من طرف المسؤولين. ما كاينش انتباه، ما كاينش التفاتة من بعد هذه الجائحة هذه اللي قلبت الموازين رأسا على عقب، بحيث ان كنشوفوا بعض الاستفزازات من طرف البنوك لحجز السيارات على سبيل المثال، وبالنسبه للاعانه من طرف الدوله ما كانش يعني واحد الالتفاته، ما كانش التفاته من المسؤولين، ما عطاوش قيمه للقطاع، مع العلم انه هو القطاع الوحيد في المغرب يعني قطاع السياحه اون جينيرال اللي هو اللي كيدخل العمله الصعبه للبلاد وكيمثل المغرب في جميع الدول، لان السائح فاش كيجي للبلاد حنا هما اللي كنمثلوا الدوله ديالنا وكنعطيو احسن صوره. وبالنسبه للمتطلبات ديالنا حنايا كنطلبوا غينفذوا لنا الخطاب الملكي السامي، سيدنا الله ينصرو عطى خطاب واضح، وكنشوفوا يعني واحد لينيورونس كبيره بالنسبه للمسؤولين لانهم ما عطاوش ما نفذوش داكشي اللي كان في الخطاب ديال سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على اشرف المرسلين، معكم الاخ سعد بنونه صاحب مقاوله وعضو فيدراليه مع الاخوان ديالنا. المشكل القائم دابا في حد الساعه هو مسألة ديال القروض، اللي هو والي بنك المغرب السي الجواري ما تدخلش بصفات نهائيا في هذا المشكل هذا، ما عرفناش على شنو هو السبب، مع العلم باننا حنا الدستور 2011 ملي صوتنا عليه صوتنا على عديد من الفصول وعديد من القوانين، منها فصل هو عيش الكريم وحق المواطنه وحق السكن وحق العمل. حنا هادشي كله اللي صوتنا عليه في الدستور 2011 ما لقينا منه حتى شي حاجه لحد الان، لا الحكومه اللي دازت ولا الحكومه اللي جايه. ما عرفناش هاد الناس هادو واش جلاله الملك نصره الله تيعطي خطابات ساميه وتيقول لهاد الناس باش يشتغلوا باش يعاونوا هاد الشركات المقاولات الصغيره والمتوسطه، وهما تيمشيو للشركات الكبار اللي هما شادين لي بيرسونيل ب 200 طوموبيل 300 طوموبيل. حنا ما عرفناش فين غنمشيو مع هاد الناس هادو، اذا كان عندهم غلط ما عندهمش غلط بينا ينفيونا يقولوا لنا الله يعاون ونتقبلوها بروح رياضيه، ونمشيو نقلبوا على راسنا فين نخدموا ولا نمشيو نقلبوا على راسنا فين نعيشوا، لان هذا الشيء بزاف. تصوت على دستور، تصوت على فصل قانوني، وديك الفصل القانوني ما تيتنداش، ما تتشوف فيه حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي حاجه قانونيه. ما عرفناش هاد الناس ما تيخافوا لا من الملك لا من الله لا من حتى شي حاجه، يشوفوا وجه الله وصافي. حنا تنطلبوا منهم الله يجازيهم بخير، ما هاد الشيء هذا غاتيمس بالكرامه ديال البلد وتشوشاره، وحنا تتعرف في هذا الوقت راهين عندنا اعداء، حنا اللي خصنا نكونوا جنود متجندين للمشاكل اللي عندنا مع الناس الخارجيين اللي هما ما حامليش البلاد وما حامليش الملك ديالنا، ماشي المشاكل ديالنا حنا الداخليه، المشاكل ديالنا الداخليه حنا راه ساهله تحل. هاد الشيء راه زعما برمشة وعين يمكن لهم يحلوه، يخليوا هاد الشعب هذا ينوض حتى هو يعاون الملك ديالو ويعاون السلطة ديالو ويتعاون مع جميع الهيئات اللي هي مسؤولة على هاد البلاد، غادي نتعاونوا معاهم، ما نخليوش الترغى بيناتنا حنايا. إذا السلام عليكم، معكم الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب. إذا اليوم كما ترون اللي هو لو 17 نوفمبر ارتأت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بجميع مكاتبها الجهوية أنها تنظم هاد الوقفة هذه. اللي كان السبب وراء تنظيم هذه الوقفة هو تجاهل ديال الحكومة، تجاهل الحكومة بشكل كبير للمطالب ديالنا اللي كانت جلها كتهدف لإنقاذ هذه المقاولات سواء الصغرى أو المتوسطة. نحن كهيئة وكفيدرالية اللي كتمثل هذه المقاولات هادو استبشرنا خير من بعد تعيين ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله السيد رئيس الحكومة، فأعطيناهم واحد المدة زمنية كافية باش يقوموا بواحد التفاتة للملفات ديالنا، لأن عندنا واحد العدد ديال المراسلات اللي توجهنا بها سواء الحكومة القديمة أو الحكومة الجديدة، وحاولنا نوصل لهم واحد الميساج أننا نحن الهيئة أو نحن القطاع بمعنى قطاع، فاش كنتكلم على القطاع كنتكلم على قطاع السياحي بشكل عام وقطاع كذلك النقل السياحي بشكل خاص، لان اليوم نحن القطاع الاكثر ضررا جراء مخلفات هذا الوباء.
نحن اليوم القطاع الوحيد اللي كان عاني وفي صمت. نحن اليوم بدينا نشوفوا المهنيين ديالنا مع كامل الأسف رجعوا كيهبطوا الشارع، لأن ما بقاش، لأن الشركات ما بقاش عندهم إمكانيات باش تشغلهم، وبالتالي كتم التصريح ديالهم. مع العلم أن احنا ما يمكنناش وقفنا، نحن كهيئة ونحن كمقاولات وقفنا جنبا لجنب منذ بداية الجائحة لهاد المهنيين، ولكن اليوم حتى احنا ما تلقيناش حتى شي دعم، حتى شي دعم أقولها وأكررها من عند الحكومة، ما تلقيناش حتى شي حاجة. فنحن نندد بالتفاتة حقيقية لهاد المهنيين ولهاد المقاولات، لأن اليوم حتى احنا بدورنا عندنا ضغوطات مع عند المؤسسات ديال القروض. بداو مع كامل الأسف يعني الإخوان ديالنا الإخوان أرباب هاد المقاولات كيتعرضوا لابتزازات بشكل يومي من طرف هاد المؤسسات ديال القروض. فكذلك كيشوفوا المهنيين أو الفئة الشغيلة تحتضر لا حول ولا قوة إلا. عندنا البعض من هذه الفئة هذه اللي ما لقاوش باش يغطيو حتى مصاريف ديال العلاج للعائلات ديالهم. عندنا بعض مع كامل الأسف وأستحي أن أقول هذه الأمور، ولكن هذا هو الواقع المعاش حاليا. راه عندنا أسر اللي خرجت أبناء ديالها من تام دروس، عندنا أسر اللي ما بقاش، عندنا الحالة النفسية ديال بعض المهنيين مع كامل الأسف. إذا في ظل هذه الظروف كاملة اليوم كنشوفوا السيدة الوزيرة قبل هيئات اللي ما عندهاش حتى صفة قانونية، هيئات التي لا تمثل القطاع وتمثل فقط أنفسها، مع العلم أننا نحن الهيئة الوحيدة اللي عندها أكثر تمثيلية على المستوى الوطني، والتي حقيقة تتجسد فيها روح المواطنة، بحيث نحن الهيئة الوحيدة اللي انضمت أكبر مسيرة المعبر للقرقارات الأحداث الأخيرة. نحن الهيئة الوحيدة اللي من بعد الخطاب الملكي بدينا كنهيئوا باش نضموا وحدة من أكبر اللي كانت هذه تكون من أكبر المسيرات للصحراء المغربية، لأنها جزء لا يتجزأ من أراضي هذا الوطن. ونحن على أتم الاستعداد كهيئة كفيدرالية بجميع الأطقم بجميع المعدات أننا نهبطوا لذاك الأراضي هذيك. إذا كيفاش هاد السيدة الوزيرة ما قامتش وما تجاوباتش المطالب ديال هاد الفئة اللي حقيقة كتجسد فيها روح المواطنة؟ إذا اليوم نناشد السيد رئيس الحكومة، نناشد السيدة الوزيرة باش يقوموا بتنزيل حقيقي أولا للتوجهات ديال صاحب الجلالة والتوجهات كذلك ديال الشعب المغربي، لأن هادو مقاولات مغاربة والفئة الشغيلة ديال هاد المقاولات راه مغاربة، والمستثمرين كذلك ديال هاد المقاولات راه مغاربة وجاو حطوا فلوسهم. ولهذا نطالب بفتح حوار ووضع استراتيجية ووضع كذلك مخططات من أجل إنقاذ هذه المقاولات، لأن بإنقاذ هذه المقاولات غادي نقضوا اقتصاد الوطن. هذا على المستوى الجهة، هذا عفوا على المستوى الوطني. أما على المستوى الجهوي فكاين واحد المجموعة ديال المشاكل، ومع كامل الأسف اللي جلسنا مع السيد العمدة السابق وناقشناها معاه وعطينا وقت كافي السيد العمدة وبعض بعض رؤساء المصالح او بعض المسؤولين عندنا في الجهة، راه لازلنا اليوم واليوم في المسيرة ديالنا راه قمنا بزيارة للمدينة العتيقة، لان فاش كنتكلموا على فاس راه المدينة العتيقة هي القلب النابض ديال مدينة فاس. فاش كنتكلموا على فاس راه هي ثاني كبريات المملكة. فاش كنتكلموا على فاس راه عندها المدينة عندها مؤهلات وعندها تأثير حضاري وتاريخي، بمعنى عندها مؤهلات باش يكون عندها تأثير اقتصادي ماشي فقط على المستوى الجهوي بل على المستوى الوطني. ولهذا نناشد هاد المسؤولين اللي عندنا في فاس باش يقوموا بواجبهم تجاه هاد الوطن واتجاه هاد المدينة، وخصهم يعرفوا أن هاد المدينة هادي راه المدينة ديال صاحب الجلالة والمدينة المحبوبة ديالو، المدينة المحبوبة عند الشعب المغربي، المدينة المحبوبة عند جميع السياح الوافدين من جميع أنحاء العالم. لأن اللي كانت أمريكا صنفتها كثورات إنسانية عالمي في 1983،
اذا شنو خاص هاد المسؤولين اللي عندنا في فاس يديروا من اجلها؟ راه اليوم السيد المسؤول راه خصك تعرف ان المهنيين ديالنا في المداخل كيتعرضوا للابتزاز، وطالبناكم عدد المرات بهيكله المداخل، طالبناكم بواحد المجموعه الامور، وحطينا لكم ملف مطلبي. اذا كتساينوا؟ اذا انا اليوم كنقول اللي ما كتجسدش فيه روح المواطنه واللي ما باغيش يخدم مصلحه هذا الوطن ملكا وشعبا، راه ما عندناش ما نديروا به لا في فاس ولا في غيرها. وراه هاد المسؤولين في فاس الا ما قاموش بواجبهم اليوم راه الشركات كامله نزلات، ولكن غدا راه نهبطوا الشركات المغرب كاملين لفاس، لان هاد الناس راه ما عارفينش قيمه هاد المدينه، وخصهم يفتحوا الابواب، وخصهم يفتحوا الحوار، وخصهم يتناقشوا مع الهيئات التي حقيقه تحب المصلحه العامه وتحب مصلحه القطاع. هوية بريس.